FM. الكلمة ليك. كلمات مع سفيان بن فرحات. ما الذي ترجوه من دنياك لولا الكلمة؟ وتكلم وتألم والتامد في الكلمة. اللي ناوي على الفيالي إبات سالي. يظهر لي يا جماعة وقيت باش نذكروا بعض الناس بحقائق ما هي خافية على حد، من باب ذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين. في خطاباتنا السياسية وقع خلل كبير، ديكالاج في سلم القيم، والخلل هذا ما هو شيء صدفة، أما لغاية في نفس يعقوب كان مستشمع يعاقب. قانون مكافحة الهاب تم تعطيله وتعليقه في أيامات الملك السيسي الله يرحمه، وتركزوا الخوة والخواتات في هذا ديما على إخلالات جزئية في القانون باش يبلوكيوه بحيشو بريشو كلمة حق وليدة بها باطل. ولينا في الأخر نحكيه على حقوق الإرهابيين والنظر لمشروعية الإرهاب، مجاهلين حقوق المواطنين والوطن والدولة والذوات والبشر والبنين، ولات شعلة الإرهاب في عيون البعض أغلى من دم عشرات شهداء. وزيد المحاكمات متاع الإرهابيين اللي تشدوا توا 3 سنين مبيلة لحد اليوم، حتى محاكمة ما ثم ولا قرار ختم بحث حتى كان يتيم. التسويف والسرسطة والتلوعيم والحلة والشيتين وتلمس في العينين وحاوز تفهم ما تلقى كان والو. أمن وبحث ابتدائي وقضاء وحكومات، وفي الأخر أمسح مات يد فارغة والأخرى حتى شيء ما فيها. وفي نفس الوقت انتخابات وكراسي وهلولة على الموجة والتشريفات وطبقة سياسية وتشكيلات حلبية تشلخ في بعضها في اللحمة الحية، واللي هذا عينه على الكناويتة والصرمية، واللي ناوي على الفيالي إبات يسري عملي برج بالمرمى بيموت كم بستال بغدي. وتخطيت السنين أن عثرتها الكلمات. كلمات حيوان أنت لا تفقه لولا الكلمات، ويموت هنا بلا ذكرى وتبقى الكلمات. كلمات مع سفيان بن فرحات. كابا فان الكلمة ليك.